وكنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيو الفيديو ديالي مع العائلة ومع الأحباب ومع الأصدقاء، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. Espero que te guste este el pollo con patata y cebolla, que sale buenísimo, riquísimo. Hola, bienvenida a mi canal. Hoy que quiere hacer el pollo con patata y cebolla. اليوم غادي نصاوب معكم الدجاج في الفران بالبطاطا والبصلة. تابعوا معايا. عندي هنايا دابا انا غنجبد الموس، نبدا ننقي في البطاطا، ننقي البطاطا وغننقي البصلة. تيجي زوين، كيجي لذيذ، يعني ما كديري فيه لا عطرية لا والو، غير الزعتر وشوية الثومة والملحة والبزار. Que sale este el pollo, que sale riquísimo. A mí me gusta mucho. وكنتمنى يعجبكم. الطريقة كتجي سهلة، يعني عنقي البطاطا كلها، نعود نرجع معاكم. نقطع معاكم دابا البطاطا. دابا انا غنقطع البطاطا، نقطع البصله هي الاولى، البصله حيت البصله غنديرها هي التحت عليا. عندي هنايا الطاوله اللي عندها على الفران، نقطع حيت البصله عندي كبيره بزاف، داكشي علاش قطعتها، الا كانت شويه صغيره نقطعها دواوة. نفرشها من التحت، البصلة كتجي زوينة وكتجي معسلة. نقطع البصلة كاملة نديرها من التحت. الفران أنا درتو كيسخن في لورنو ستاسي نديرو الفويل. Corta cebolla rodaja. La primera cebolla. Ahora la patata. La patata rodaja. Mandar la patata con la cebolla en el agua. البصله هاد الاكله كتجي زوينه وكتجي خفيفه، كنتمنى تعجبكم. كتجي زوينة كل ما كثرتي ليها البصلة، كيسالي ريكيسيما. سيبويا كون بطاطا، أورا الفويو، غندير معكم العطرية اللي غادي ندير. نحط العطرية كاملة اللي غنحتاج، اللي غنحتاج هنايا نحتاج الثومة عندي يابسة، واللي ما عندوش الثومة مجففة يدير الثومة عادية. عندي هنايا اخو، اوريغانو، الثومة والزعتر، والبزار
بزار البيض والملح هادشي اللي غندير والزيت من بعد ندير بوكيتو دي صال درت الملحة حسب القياس اللي غيحطني في الدجاج شوية البزار بوكيتو دي بيمينتا بلانكا نحاول ندكو بحال هكا باش يدخلو الطياب دغيا شوية الزعتر بوكيتو ديال اوريغانو ثومة درت الزعتر ودابا غندير الثومة اخو صايتي ديروا شوية الزيت الزيت البلدية وكيتو ديال صايتي كي تنقو يلورنو ستا كالينتي عندي الفران مسخنه تيلغون لورنو يو بوي باراميتر لو لورنو ندخلها دابا الفران شوفوا كيفاش جات الورنو ستي سينديدو الفويغو اريبا اباخو 200 غرادو دير الحرارة ديال الفران 200 درجة ونخلي دابا واحد تقريبا نص ساعة ونرجع معكم ونشوفو فين وصل نخرجو من الفران نشوف كيفاش جا مازال ما درت فيها لا ما درت فيها لا ما لا حتى شي حاجه هذاك الماء ديال البصله ما ملصقه ما والو نعاود نرجعها حتى يتحمر هذا مزيان عاد نقلب حتى يتحمر ونعاود انا عاود خرجتو نعاود تاني نرجعها حيت هادو لي محمرين خصني تنقلبهم باش ما يتحرقوش نعاود نرجعها وكنتمنى يعجبكم هذا الدجاج اليوم مع البطاطا والبصله شوفوا كيفاش جا وكنتمنى يعجبكم
وإلا عجبكم ديروا لي اللايك وبارطاجيو الفيديو ديالي مع العائلة ومع الأحباب ومع الأصدقاء، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. Espero que deguste este el pollo con patata y cebolla, que sale buenísimo, riquísimo.